السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. السؤال يا جماعة اللي هو أنتم بتطرحوه دايما، إزاي أستعيد الحساب؟ وطبعا كنا شرحناه في فيديو سابق قبل كده إزاي تستعيد الحساب بتاعك، تمام؟ طيب في حاجة، السؤال اللي جه جديد دلوقتي، أنا أعرف إزاي إمتى أستعيد الحساب؟ أنا النهاردة عملت الحساب بتاعي، وطبعا هسيب لكم الاستعادة في الوصف إن شاء الله، لكن يعني إزاي أعرف إمتى أستعيد الحساب؟ يعني انا اشتريت اللعبه ونسيت اشتريتها امتى، فمش عارف اعد 6 شهور من امتى، او اعد مثلا بعد الاوفلاين من امتى. ففي الحساب يا جماعه او في اعدادات الحساب موجوده تاريخ الشراء بتاع اللعبه اللي انت اشتريتها عشان تعرف تستعيدها، او تاريخ الالعاب اللي انت اشتريتها عشان تعرف تستعيدها. في الفيديو ده هنشرح ازاي نعرف الميعاد بتاع شراء اللعبه اللي احنا اشتريناها عشان نعرف نستعيدها بعد 6 شهور بتاعه الاستعاده. بندخل يا شباب على موقع بلاي ستيشن من اي متصفح عندينا، وبندخل على الصفحة الرئيسية زي دي كده، وبنضغط على تسجيل الدخول. طبعا بتكتب الاكونت بتاعك والرقم السري وبتضغط على سينج ان، او لو كنت عربي بتضغط على تسجيل الدخول. بيدخلك للصفحة دي وبيبتدي معاك تحميل، بتنتظر قليلا لحد ما يحمل معاك الصفحة. بمجرد ما تلاقي علامة الوش اللي فوق دي ظهرت معاك بتضغط عليها، او لو انت حاطط صورة هتتغير للصورة، وبتضغط على اعدادات الحساب من القائمة اللي هتطلع لك. هتدخل على الصفحة دي، بعد ما تدخل على اعدادات الحساب هتنزل تحت شوية كده هتلاقي موجود كلمة اسمها السجل التاريخي للمعاملة، هتدخل عليها. هتلاقي عندك البدء والانتهاء، اللي هو بدء بداية المعاملة اهي، وانتهاء المعاملة. الاتنين دول اللي بيحددوا لك انت ممكن تبحث مثلا المعاملات بتاعتك من شهر كذا لشهر كذا، او من يوم كذا ليوم كذا. طيب انا الاكونت ده كنت مشتري عليه العاب ديمو اللي هي بزيرو دولار، وكنت مشتري عليه لعبة عايز استعيدها دلوقتي اللي هي ب26.99 او ب27 دولار. اللعبة مشتريها يوم 28/11، يبقى انا مفروض استعيدها يوم 28/5. هتضغط على التلات علامات اللي فوق هيرجعك للقائمة اللي قبليها، وبتضغط على ادارة الاجهزة عشان نجرب بس نستعيدها ولا منستعيدهاش. طبعا انا كده اتأكدت ان انا فضلت 3 ايام على الاستعادة. لما باجي اعمل الغاء الاجهزة وبضغط نعم هيقول لي انتظر، وهيدخلني على الصفحة دي. بيقول لي يمكنك فقط استخدام وظيفة الغاء تفعيل الاجهزة مرة واحدة كل 6 شهور. طبعا انا مضطر انتظر 3 ايام او 4 ايام علشان اقدر استعيد الحساب ده. ان شاء الله الفيديو يفيدكم يا شباب، لو في اي حاجة اكتبوها لي في التعليقات، ما تنسوناش باللايك للفيديو، ولو كنت لسه جديد ياريت تشترك معايا في القناة.